وما تردد عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره إساءته ولا بد له منه. التردد نوعان، تردد لإشكال ظهر على الفاعل هذا ممتنع الله عز وجل، وتردد عن فعل الشيء المتعلق بالآخرين لأنه لا يحب أن يفعل شيئا يحزنهم أو يكرهون، ولكن لا بد منه عن الموت. فالتردد الممنوع على الله عز وجل هو أن يكون الحامل للمتردد إشكال الأمر عنده، هذا في حق الله ممتنع. أما إذا كان يفعل أو لا يفعل من أجل حال الآخرين فلا بأس، هذا ثابت عند الله عز وجل. نعم.